الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقلنا إن كلمة نقيب تدور مادتها في كل تصرفاتها حول الدخول والعمق. وقفنا عند قولنا فلان له مناقب. مناقب أي أشياء إن نقبت عنها وجدتها فضائل تذكر فتذكر، يبقى معناها أن على من أعطاه الله موهبة الخير أن لا يتعالم بها، بل يدع الناس هم الذين يحكمون ويكتشفونها. ومنه النقاب، برضو من المادة النقاب. ليه؟ لأن النقاب إن المرأة تغطي حتى وجهه، وتغطي كفيه، وتغطي قدميه، برضو من النقاب. برضو دخول وعمق. دخول وعمق في ايه؟ في السطح، ولا مش دخول وعمق في السطح؟ برضو ومنه النقاب. انظروا الى قول الحق سبحانه: وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم. كلمة إني معكم دي تعطيهم شحنة إيمانية. إياكم أن تظنوا أنكم تواجهون أعداء منهج الله بذواتكم أنتم، ولكن بمعية الله لكم. ما تضعفوش ولا تهنوا، وزي ما قلنا أعدوا لهم بس اللي تستطيعوه، ما استطعتم، وبعدين سيبوا الباقي إيه؟ عندنا. وأيضا وقال الله إني معكم، يعني مش وليت على الاسباط نقباء وكل نقيب على سبط هو بقى، لا، انا معكم وسانظر كيف يدير هذه المسائل. الله، يبقى متتبع. يعني مش مثلا زي احنا مثلا ما واحد يولي واحد حاجة ويسيبه يربح فيها، لا، اني معكم. اني معكم تدي تقول له على ايه؟ على ان من ولى اي انسان امرا ما يتركوش كده، بل يتابعه ويشوف. اني معكم، وقال الله إني إيه؟ إني معكم. وبعد ذلك قال: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات إلى آخره. الله، هنا ساعة ما تسمع لئن أقمتم، لئن أقمتم الصلاة، زي ما بيقولوا عندنا علماء القواعد في اللغة، يقول ساعة ما تسمع لئن فعلت كذا افهم ان في قسم هنا. ايه اللي دلك على القسم؟ وجود الله. وجود الله، كأنه قال ايه؟ وعزتي لئن اقمتم الصلاة وفعلتم كذا وكذا 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 ليكون الجزاء ايه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. طيب، هنا اللام دلت على ان في قسم. وعندي لئن أقمتم، بلاش اللام، إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، طب إن شرطية، يبقى أنا عندي إيه دلوقتي؟ اتنين: قسم وشرط. والقسم يحتاج لجواب، والشرط يحتاج لجواب. تقول إن تذاكر إيه؟ تنجح. والله لأفعلن كذا، والله ادي قسم، ولا افعلن، ده جواب القسم مؤكد بالله. طب وان تذاكر تنجح. لما بيكون القسم لوحده بيجي جوابه، بيجي الشرط لوحده بيجي جوابه. طب جيه القسم ويا الشرط الاثنين، هنجيب جوابين، جواب لده وجواب لدي. قال لك ما هو الجواب ملتقي. لما يجي قسم ويجي شرط، شوف انظر الى المقدم منهما، المقدم منهم اكنه هو الاهم، تبقى تجيب جوابه ويغني عن جواب الثاني. تجيب
جوابه ويغني عن جواب الثاني. والله لئن قام زيد، ادي قسم، وان قام زيد ادي ايه شرط، عايزين الاثنين كل واحد منهم عايز جواب، انما المتقدم ايه هنا إيه؟ القسم. نقوم نجيب القسم ونأكده بالله، والله ان قام زيد لأقومن. طب ان قام زيد والله اقم، ان قام زيد والله ايه اقم، يبقى ان قدمت الشرط تجيب جواب الشرط، قدمت القسم تجيب جواب القسم. هذا اذا لم يكن قد تقدم ذو خبر، فان جاء ذو خبر فالشرط هو الراجح، لان الشرط تأسيس والقسم توكيد. الله يرحم ابن مالك، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت، يعني اذكر جواب مين المتقدم واحذف مين فهو ملتزم، وان تواليا يعني جمل اثنين وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا، يعني تقدم او ايه او تأخر. طيب هنا بقى تعالى كده، وقال الله اني معكم، هات بقى اللام المعطيه للقسم، لئن اقمتم الصلاه، والله لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن. ده جواب القسم ولا جواب الشرط؟ ده جواب القسم، واغنى عن جواب مين؟ طيب ما هو برضو كان يقول لما نجيب جواب الشرط ايه، ان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا اكفر عنكم سيئاتكم، ويجيب جواب الشرط ولا لا؟ لكن مدام شرط وقسم اهو جاب الجواب للايه، جاب الجواب للاول. هنا مفهوم طبعا اقمتم الصلاة احنا اتكلمنا فيها ايه اقامتها، الاقامة دي عايزة حاجتين اتنين، مفرداتها تيجي الصبح والظهر والعصر والمغرب، وكل فرد فيها يأخذ ايه حقه في القيام بامره. طيب واتيتم الزكاة، احنا قلنا دي بنسميها كلها ايه في باب العبادات، تتصنيف فقهي، لما نيجي نعمل كتاب فقه نقول باب العبادات باب المعاملات، نقول له بقى ده كلام يعني في التأليف بس، انما كل مأمور به من الله عبادة، لان العبادة هي ان تطيع من تعبد فيما امر به وان تجتنب ما نهى عنه، فكل امر، انما بس دي عبادات. ليه؟ قال لك لان بس ده تصنيف بس، انما كلها ايه، واحنا قلنا بقى في الحلقة السابقة ان ربنا لما قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فاذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله، يبقى ان قصرت في الاولى زي ما تقصر في الثانية تمام، ان عملت بلطجي تبقى تقصرت تمام، زي اللي نودي للصلاة ولا جاش زي تمام، الذي قضيت الصلاة فلم ينتجر في الأرض على قدر قوته ليتحرك في الحياة حركة تفيده في حاجات نفسه وتفيض عن حاجته ليعطي من لا يقدر، يبقى اللي أثر فيه زي اللي أثر إيه؟ زي اللي أثر فيه. هنا الجديد علينا وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أما تيجي عزرتموهم دي من العلماء يقول لك إيه؟ عزرتموهم عظمتموهم، طيب عزرتموهم وقرتموهم ماشي، عزرتموهم نصرتموهم، نقول كلها ملتقية، عزرتموهم منعتموهم، لأن العزر في اللغة معناه المنع، بس تمنعني من غيري ولا تمنع غيري عني؟ ازاي يعني؟ قال لك اذا كان لك واحد حبيب وياك وبعد ذلك اراده انسان بسوء، تبقى ان كنت لا تدركه وهو بعيد عنك ماذا تصنع؟ بتاخد صاحبك كده كده وتحميه من ايه؟ يبقى تمنعه من ان تنال رصاصة عدوه، يبقى انت منعته. لكن ان كان اللي بيعمل قدامك وتتناوله تبقى تصده كده، تبقى منعت مين؟ منعت اللي بيؤذي. طب افرض انه الاثنين تعمل ده كده وتعمل ده كده، الله، يبقى اذا العذر هو المنع، بس تمنعه من عدوه، ادي تمنعه من عدوه او تمنع عدوه عنه، انت تعمل تمنع واحد من عدوه ولا تمنعه من عدوه؟ ليه؟ ام قال لك لانك ويمكن انت اللي تصاب، ام قال لك لان لازم حياته احسن من حياتي، يبقى ده تعظيم له ولا لا؟ ونصرة له ولا لا؟
وتوقير له ولا لا؟ الله، يبقى اذا ما تقولش ده، ما يقولوش بقى اللي عمالين بيصيدولني، يقول لك هم العلماء بيتفقوا على شيء، مره يقول لي عذبتموهم نصرتموهم، ومره يقول لي وكرتموهم، ومره يقول لي منعتموهم، يقول لي يا اخويا ملتقيه كلها ايه؟ ملتقيه. يبقى العذر هو الايه؟ الرد والمنع. انت هتمنع، تمنع العدو عنه، ادي واحده، ولا تمنعه هو ان ينال العدو، ادي الثانيه، ولا يجوا الاثنين مع بعض. احنا مثلنا ان كان اللي عايز يؤذي بعيد ما اتناولوش، يبقى عمل انني امنع اللي عايز انا اعذره اعظمه، امنعه من اذى. ان كان قريب مني ادفه بايدي، مش كده؟ دوكا مش في متناول وواقف هنا كده، ودوكا في متناول ادفه بايدي كده. طيب وان كانوا الاثنين قال لك هتعمل دي كده وتعمل دي كده، يبقى جمعت بينهم ولا لا؟ يبقى عذرتموهم، عرفنا انها ان قلت نصرتموهم جاي، ان قلت وقرتموهم ايه؟ لان التعظيم والتوقير هما سبب لنصرتهم، السبب في نصرتهم. وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا. شوف بقى ازاي هنا الحق سبحانه وتعالى بيدير لنا سياسة المال. يدير سياسة المال لمين؟ قال لك للاثنين، للواجد وللفاقد. طيب اما الواجد فقال له يا لا تعمل حركة حياتك على قدر حاجتك، بل اعمل حركة حياتك على قدر طاقتك، وخذ منها ما يكفيك ويكفي من تعول، والباقي رد على من لم يقدر. وإلا لو فعل كل إنسان حركته في الحياة على قدر حاجته، الذي لا يقدر أن يتحرك كيف يعيش؟ ولذلك اذكروا جيدا، احنا قلنا عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم ايه؟ والذين هم للزكاة فاعلون. شوف كلمة للزكاة فاعلون، اوعى تفهم للزكاة مؤدون يعني، لا، في فعلهم يقصدون الزكاة، يقصدون الزكاة يعني يكون عندهم فائض ويطلعوا منه. وإلا ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الكافر اللي مش في باله الناس بيعمل برضه عشان يقوت نفسه، مش كده؟ ويقوت من يعود. ايه مزية المؤمن؟ ان المؤمن يعمل ليقوت نفسه ويقوت من يعول، ويفضل عنده حاجة يديها للمين؟ للضعيف. فكأن الضعيف واعطاء الضعيف في باله ساعة الفعل. يبقى والذين هم للزكاة فاعلون، يعني كل فعل له يقصده منه ايه؟ انه يفيض ويزكي منه. تبقى اذا سياسة المال. طب والزكاة ده طلعت الزكاة، ام قال لك بقى في حاجة تانية فوق الزكاة، المال في حق غير الزكاة؟ قال لك لما ولي الامر يرى، بس ولي الامر يعني ولي الامر يفرض وياخد ويعمل مدام ما كفتش. طيب عال قوي، يجي يقول الزكاة بتخرج مال وخلاص انتهت المسألة. الصدقة خصت بانها يبقى فوق الزكاة شوية، يعني مش محسوبة من الزكاة. ام قال لك طب وبعدين؟ ام قال لك وفي قرض، القرض يعني نفسك متعلقة به، ما طلعتوش وخلاص وانتهت. ولذلك قال لك القرض احسن من الصدقة. قال لك يا سلام. قال لك ليه؟ قال لك لان المقترض لا يقترض الا عن حاجة، انما المتصدق عليه قد يكون غير محتاج، يسأل وهو مش محتاج، مش كده ولا لا؟ وايضا لان المتصدق ساعة ما تتصدق نفسك تخرج من الشيء ولا تتعلق به، ولكن المقترض نفسه لسه متعلقة بايه؟ بالدين اللي عند الناس. كلما صبر عليه كلما اخذ حسنة. تبقى هو الاول بياخد ايه؟ الاول بالصدقة قد حسنة وخلاص، انما دوك كل ما يصبر كده شوية لحد ما نظرته الى ميسرة يعني يوم ياخد ايه؟ يبقى القرض احسن من الايه؟ من الصدقة على الاول. الله سبحانه وتعالى يريد لحركة الحياة أن تسير، لكن لما قال قرض، الحق سبحانه وتعالى هو ولي النعم كلها، فكيف يهبون النعم ثم أقول أقرضني؟ شوف الحق سبحانه وتعالى احترم حركتك وعرقك، قال لك مدام ضربت في الحياة واشتغلت وعملت
بتاعك، بس اخوك عايزه اقرضه لي انت. تمام، زي ما بتدي ابنك الفلوس المصروف بتاعه في الحصاله ويحطها، وبعدين طرأ طارئهم في الاسره تقول له انا بتديني الحصاله بتاعتك لان اخوك عايز كذا وعايز كذا، وبعدين ابقى اديه لك. طب ما انت اللي مدي ده وده وده. لا، انت ما رجعتش لهبتك. كذلك وهب الله للانسان ثمره عمله، ما رجعش فقال له هي بتاعتك برضه، بس ايه؟ اقرض. شوف بقى اللي بيقرض ربنا دي بقى، الذي يقرض الله قرضا ايه؟ قرضا حسنا. الحق سبحانه وتعالى بيصف القرض بالحسن. ليه؟ قال لك علشان ما يكونش فيه مال، خلاص، ولا يكونش فيه منفعة تعود وإن لم تكن في صورة الربا. يعني أبو حنيفة كان يجلس في ظل بيت صاحب له. الشمس لما تطلع كده يبقى البيت فيه له ظل كده، يقوم يقعدهم في ظل البيت. أم صاحب البيت ده اقترض من أبي حنيفة مال، أم لجدوا تاني يوم أبو حنيفة قاعد في الناحية التانية، ما قاعدش في ظل البيت. قال له ظل البيت تمام، قال والله هو لما خد مني الفلوس امبارح قدامكم خفت بقى ان ده يبقى نفع جره علي القرض. قال له انت كنت بتقعد قبل ما تقرضه؟ شوف الدقة، كنت تقعد قبل ايه ما تقرضه؟ قال لا، كنت اقعد وهو المتفضل علي بظله، فاخاف ان اقعد وانا المتفضل عليه بماله. يبقى قرض حسن يعني ايه؟ يعني ما فيش فيه لا زيادة ولا من ولا اذى ولا مش عارف ايه ولا منبع ولا اي حاجة ابدا. طيب، الحق سبحانه وتعالى لما جه القرض، يريد الحق سبحانه وتعالى انه يضمن الناس امام نفسه، ولذلك هيبقى دين، ما هو قرض يعني دين. فوضع له مبدأ، قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الله، طب أنت بتحمي صاحب المال يا ربنا، ده صاحب المال عنده كتير، وما دام أقرض يبقى عنده فلوس، وده ما عندوش. أما قال لك أيوه، ما هو أصل العويل هيغلب الشطر مرة واحدة. أنا بحمي المقترض من نفسه، عشان إذا علم أن الدين مكتوب عليه حاول جاهدا أن يتحرك في الحياة ليسد هذا الدين. فيبقى المجتمع استفاد من حركته، واستفاد الرجل خلاص بدينه، خلاص بايه؟ بدينه. اذا لما ينكتب يبقى معناها ايه؟ انه يبقى حريص على انه ايه. لكن لو ما كتبش يمكن يجي ظرف من الظروف كده ويعمل ايه زي ما بيقولوا عندنا، ويضرب فيها بومبا وتنتهي. طب هي كم مرة هتعملها انت؟ ده ان عرفت عنك محدش هيمد لك حاجة. يبقى ربنا بده ايه؟ يديم الاسباب اللي تتداول فيها الحركه. اللي عنده مال يدي اللي ما عندوش. ولذلك حتى في العاميه عندنا يقول لك اللي ياخد ويعطي يصير المال ماله، يبقى مال الدنيا كله معاه، مفهوم؟ فلما يجي ربنا يقول اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، يقول لك ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، اللي ما تسامش وتكبرت يقول يا سلام بيني وبينك حد يكتب. يا اخي انت دلوقتي في نفس السماحه، ما نعرفش ايه اللي هيتغير، ما تعرفش ايه اللي هيحصل كده. لكن امن على الاريحيه، لا، الاريحيه الايمانيه تتوجد. قال فان امن بعضكم بعضا، يعني المساله وصلت الى الثقه، فليؤدي الذي اؤتمن امانته. يختش على عرضه بقى ما دام كده. اذا ربنا بده يحمي الحركه الاقتصاديه، يحميها من ايه؟ من ان واحد ياخد مال واحد وبعدين ينام عليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالمؤمنين، مات واحد عليه دين فقال صلوا على اخيه. طب ذنبه ايه الغلبان دي؟ يعني انه عنده دين، هو لازم يكون ما عندوش وفاء. لو كان عنده دين وعنده وفاء يبقى خلاص مش تائن، يبقى عنده. قال لك الله، ايه الحكايه دي؟ صلوا على اخيكم، يبقى لم يمنع ان نصلي عليه، انما هو ما صلاش. شوف بقى الكرباج اللي بيديه للامه. قال لك لانه هو آي الحديث، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يبقى مدام مات ومديون ولا عندوش ما يسد الدين، يبقى في كان نيته انه ايه؟ انه يضرب بمه. لان النبي قال كده، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله. ومدام مات ولا اديتش عنده ولا عندوش وفاء، يبقى دليل على ان نفسه حدثته بانه ايه؟ و
ولذلك تجد في فلسفة المسألة دي النفسية يجي مثلا واحد يستدين منك حاجة وحاجة كبيرة لا يسكت عليها، الحاجات التافهة اللي ممكن الإنسان يقول لك ده دي خلاص انتهي، لا حاجة كبيرة، ثم لا يمر بذهنك ان فلان مدين، ويمكن تبلغ الحساسية منك انك ما توريش وشك ولا تمر عليه احسن تحرجه. بيحصل حاجة زي كده ولا ما بيحصلش؟ ثق تمام الثقة ان مدام الخطر ده الله قذفه في قلبك وفي نفسك افهم انه كان يريد ان يؤدي مش قادر. فان تحرك قلبك على المدين وقعدت تفتكره وقعدت تتعرض له عشان يشوفك وتبعت له، فافهم ان عنده ما يمكن ان يوفي به، بس هو اللي غني، لان ربنا ما يقدرش يجي الخلق كده هو واحد مش غادر عمال بيكافح علشان يدي الدين وبعدين يحرجه امام الدهر ينسيه ويقول له انت اللي ما تفوتش عليه عشان ما تحرجوش، لانه لسه يقول فنظرته الى ايه؟ الى ميسرة. واقرضتم الله قرضا حسنا، شوف كلمة اقرضتم كان يعني السياق اللفظ يقول اقرضتم الله اقراضا، انما جاب القرض هو اللي ثلاثي، لان القرض اسم للمال اللي بتعطيه للواحد كدين ولا حاجة، انما الاقراض ده العملية بينشأ عنها اقرضت فلان يعني اديته ايه؟ اديته قرض فجاب الاسم. زي والله انبتكم من الارض، انبتكم يعني العملية بتاعت الانبات، انما طلع ايه؟ انبات ولا نبات؟ والله انبتكم من الارض ايه؟ نبات. فمرة يأتي بالفعل وبعد ذلك يجيب المصدر من الثلاثي، لانه يريد به الذات، يريد به الاسم، وانبت مش الانبات معنى العملية نفسها، انما اللي بينشأ منها ايه؟ نبات. لأكفرن عنكم سيئاتكم جواب القسم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلنا بقى الحكاية دي زمان اتكلمنا في الجنات كتير. طيب، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله، وهو اللي كفر قبلها ما ضل سواء السبيل؟ طب ما هو اللي كفر قبلها برضه فقد ضل سواء السبيل. اللي كفر بعد كده بعد اللي قلت لكم الكلام ده يبقى فقد ضل ايه؟ سواء السبيل. طب واللي كفر قبلها؟ طب ما هو بيبقى ضل سواء السبيل ولا لا؟ ام قال لك لا، اصل دي توالي نعم، وما دام توالي نعم يبقى الضلال هنا اكتر ولا لا؟ يبقى الضلال اكتر. كلمه سواء دي لما تقراها في القران وتشوفها في الاستعمالات اللغويه تقول إيه؟ ليسوا سواء مثلا، يعني ليسوا ايه؟ مستويين، مش كده؟ وسواء معناها وسط، سواء معناها وسط. ومتساوي تقول له برضو المعنى ملتقي. ليه؟ ام قال لك لانه لما يكون في الوسط يبقى فيه طرف هنا وايه؟ وطرف هنا، خلاص. وما دام انت في وسط يبقى الطرف اللي هنا يساوي الطرف اللي هنا، يبقى لما اقول سواء يبقى قد بعضها ولا لا؟ قد بعضها. ولما نقول وسط، ما الوسط دي عجيب التسويه، تبقى المعنى واحد ولا لا؟ المعنى واحد. ولذلك تنبههم الى ان كثير من الايه؟ من الالفاظ تستعمل في شيء وشيء اخر، والناس يقول لك ايه ده من الملائكه، ايه اللي استعملت؟ تقول له هو واحد. هو لما قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى فولوا وجوهكم ايه؟ شطره، قال لك الشطر الجهة، مش كده؟ والشطر النصف، اديته شطر مال يعني ايه؟ طب ما هو النصف؟ هو الجهة. ازاي؟ لان معنى جهتي اني، انا هبقى مركز اهو وهقف في وسط دائرة الافق، ما دام دائرة افق يبقى انا بالنسبة للمحيط بتاع الافق مركز الدايرة، وهنا تساوي هنا تساوي هنا، يبقى للمواجه ليا النص ولا مش النص؟ واللي خلفي. تبقى لما يقول الجهة يقول له صدقت، واللي يقول له الشطر النصف صدقت ولا لا؟ تبقى صدق. هي فقد ضل سواء السبيل،
ايه اللي ضل سواء السبيل؟ قال لك السبيل بقى الكلمة دي نزل القرآن على أمة متبدية وطرقها بقى بين الجبال ومش عارف ايه، والطريق يبقى كده معبد، ويمكن الناحية دي هاوية والناحية دي هاوية، ولا في قلب جبل يبقى الناحية دي صخرة والناحية دي ايه صخرة. يقوم اللي بياخد بقى المنطقة الأحوط بيمشي فين؟ في الوسط. ولذلك الإمام علي قال اليمين والشمال ايه مضلة، وخير الأمور ايه او خير الوسط. ليه؟ لانني يمكن اجي الناحيه دي كده شويه جرف من كده يقع بيا صخره بالليل تروح ضرباني، فاعمل ايه انت؟ ولذلك انت لما يجي تنصح واحد تقول له امشي كده ولا تلتفتش لا يمين ولا شمال، يعني ايه؟ امشي قصد كده في النص كده طوال. ولذلك هناك اللهم صل على النبي، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون اللي هم المؤمنين اللي دخلوا الجنه، قال قائل منهم انه كان لايه قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هو بيقول كده، بيقول انا كان لي قرين واحنا في الدنيا، يقول بقى انت مصدق الحكايه بتاع البعث دي مصدق الله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني ايه؟ يعني في وسطه، لا يقدر يروح الناحية دي ينجو من الطرف ده، ولا يقدر يروح من الناحية دي يفضل في الطرف ده. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ساعة يأخذ الله ميثاقا كما قال ولا قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لإن كذا ولإن كذا ولإن كذا أعمل كذا. هل وفوا بهذا؟ لا، نقضوا المواثيق. سبب النقض عمل فيهم ايه؟ لعناهم. واحنا نعرف ان اللعن هو الايه؟ الطرد والابعاد. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. حل العبارة كده شوية، فبسبب نقضهم الميثاق لعناهم. تبقى ما هنا جاي تعمل ايه؟ فبسبب الباء السببية ايه؟ فبسبب نقضهم الميثاق لعناهم. فبنقضهم للميثاق لعناهم. هنشيل بسبب ونجيب البيت. طب ما دي فبما نقضهم اهو بقى المطب بقى اللي بيحصل، انهم بعض يقول لك ما زائدة، والاصل فبنقضهم ميثاقا. طيب، واللي مؤدب او شوية يعني بيستكثر انها تكون زائدة، يعني يقول لك ده صلة. طب بين لنا الصلة كده ايه هي يعني علشان نشوف، لان كلمة زائدة دي بالنسبة لأسلوب زائدة دي عند البشر، انما عند الله احنا كنا ضربنا زمان قلنا مش ممكن تكون حاجة زائدة. فان جاء اسلوب وتوهمت ان دي زائدة لانها جت في عبارة اخرى مش موجودة او في عبارة مثلها موجودة، تقول له انت اللي ما فهمتش، انما ما تقولش ان دي بس للزائدة ولا تفنن في الاسلوب. كلمة تفنن في الاسلوب دي ما شايعة كده، يقول لك ده تفنن في الاسلوب. لا يا اخويا، مش تفنن في الاسلوب، ده مقتضى حال يحتم ان تكون هكذا. مقتضى حال يحتم ان تكون هكذا. والرب لها مثلا هناك ايه؟ واصبر على ما اصابك. لما لقمان بيوصي ايه؟ ابنه، قال له ايه؟ اصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. ان ذلك من عزم الامور. في تانية في الصبر والمصيبة آية تانية، ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. هنا ما جابش في الصبر اللام، وهنا جاب ايه؟ نقول له لا، مش تفنن في العرابة في الاعراب ولا ابدا في العبارة، لا لا، ده المقام يقتضي دي والمقام هناك يقتضي دي. ليه؟ قال لك يا اخي افهم القرآن. يقول ولا من صبر وغفر. كلمة من صبر وغفر يبقى فيه ايه؟ واحد مذنب قدامه، فيه غريم له، يبقى ربنا عايزني ايه؟ اصبر على ما اصابني واغفر لمن اصابني. ما دام فيه غريم ليا، تبقى النفس متعلقة بانها تعمل ايه؟ تنتقم، تبقى عايز جرعة تأكيدية اكبر. انما دوك اصبر على ما اصابك، اي مصيبة ماليش غريم فيها، مريض واحد مات، طب من غريمي في الحكايه دي؟
يبقى لازم ان صبرت ولا ما صبرت ما هي بس انا مالكش غريب. يبقى اذا الصبر يجي هنا بدون الايه؟ بدون اللام. انما في التانية ليا ايه؟ ليا غريب. وما دام ليا غريب يبقى يحرك فيا شهوة ايه؟ الانتقام. وما دام يحرك فيا شهوة يقوم ربنا يأكدها لي شوية. ذلك لم ولما يجي قال ايه؟ ما جاءنا من بشير. برضو يقول لك ده بشير دي فاعل. بشير فاعل. بدليل انهم لما يجي يعربوها يقول لك ايه؟ ما جاءنا وجاء ومش عارف ايه وانها مفعول. طيب ومين حرف جر؟ زائد. وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على اخره منع من ظهوره حركة اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. شوف بالله اللفة. شوف اللفة قد ايه يا شيخ. ولا زائد ولا اي حاجة. انت اذا قلت ما عندي مال مش جائز انك انت عندك مال بسيط لا يعتد به فلا يقال له مال. معك 20 قرش، معك جنيه، معك مش عارف ايه. انما لما تقول ما عندي من مال، من بداية ما يقال له مال، يبقى ولا مال ليه؟ يبقى دي زايدة ولا جاية لمعنى؟ جاية لمعنى. يبقى ما جاءنا من بشير من بداية ما يقال له بشير، مش رسول. اي واحد يقول لنا حاجة كويسة ما فيش، ما حدش قال لنا. الله اذا ما تبقاش من ايه؟ من زايد. اه كده. فبما نقضهم وفي وقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فبما رحمة من الله لنت لهم. نقول لهم يا اخي تعالوا انتوا بتقولوا اصل الاشتقاق ايه؟ المصدر. وبنشتق منه الايه؟ الافعال. ومرة يأتي المصدر ويراد به الايه؟ الفعل. لما تقول له ضربا زيدا يعني ايه؟ يعني ايه ضربا زيدا؟ يعني اضرب زيدا. جبت المصدر وانت تقصده ايه؟ انت تقصده الفعل. طيب النقد ده مصدر خلاص. ما دام النقد مصدر يبقى ممكن ان يقوم مقام الفعل زي ضربا زيدا، مش كده؟ يعني ايه اضرب زيدا؟ يبقى المصدر يقوم مقام مين؟ مقام الفعل. وما دام قام مقام الفعل خلي نقد دي المصدر دي قايمه مقام الفعل خلاص. نجيب فعل كده فبما نقضوا ميثاقهم لعناهم. تبقى ما والفعل بقت ايه؟ اسبكها كده تطلع ايه؟ تبقى انت شئت ما والفعل المحذوف دي هي ما. اذا ما دي دلت على ان المصدر انما جاء هنا نيابة عن فعل، وبقيت ما دي لتدل على ان انسباك المصدر من الفعل المحذوف هي اللي يبقى بايه؟ فبما نقضهم يعني بما نقضوا. لو قلت بما نقضوا مش هي فبنقضهم؟ هي تمام، ولا تبقى زايدة ولا اي حاجة. نعم. فبما نقضهم ميثاقهم. كلمة نقض بقى نقض. النقض ضد الابرام. الابرام يحكم الايه؟ والنقط فك. كأن العهد الموثق اللي ربنا اخذ الميثاق عهد ايه؟ موثق. اما عملوا ايه فيه؟ نقضوا. احنا عندنا يقولك ما النقض والابرام. نقض ايه؟ نقض يعني ينقض الحكم. ابرام يزوده، مش كده ولا لا؟ ابرام ابرم الحكم. نعم. يبقى اذا النقض ضد الابرام. الابرام معناه الاحكام. ولذلك يقول لك ابرم الفتله دي كويسه. يعني ايه ابرمها كويس؟ يعني احكم وجود اللفئين على بعض عشان تبقى ايه؟ قوي. ولذلك احنا قلنا بنسمي العقيده الايمانيه عقيده. يعني ايه؟ يعني شيء معقود، مش عقده وشنيطه بقى، لا معقود بحيث لا يطفو ليناقش من جديد في الذهن. كذلك الميثاق عهد مشدد. وما دام عهد مشدد يبقى لما ينقضوه يفكوه. ومعنى يفكوه يبقى اخرجوا انفسهم عن متطلبات ذلك الايه؟ العهد. يبقى اللعن جاي ليه؟ لانهم نقضوا الميثاق. وجعلنا قلوبهم قاسيه. جعل القلوب قاسيه بدايه من الله. لا ده هم لما نقضوا المواثيق
ربنا قال لهم طيب اشبعوا من الحكايه دي، والله لا طبع على قلوبكم. لكن طبع على قلوبهم بدايه كده. طب لو كان بدايه ما تبقى المساله معذورين فيه. لا طبع بكفرهم، طبع الله عليها بايه؟ يبقى الاول كفروا، فلما كفروا راح ربنا طبع لهم طب اشبعوا من الحكايه دي بقى، والله اللي فيها ما يخرج من الكفر واللي خارج عنها من الايمان ما يدخلش. يقول لك قلوبهم قاسيه. القسوه يعني صلبه، ومعنى صلبه فيها شده. هل الصلابه والقساوه مذمومه؟ ام قال لك لا مذمومه في القلوب، انما في السير في الرمح يبقى ما يكون صلب يبقى كويس. احنا قلنا زمان لازم تقيس كل موجود على مهمته. لما يبقى كل موجود على مهمته تبقى الامور ايه. احنا لما قلنا الخطاف بالله تقدر تقول ده عوج؟ قال لا. طب ما هو عوج وده هو مهمته. العوج بتاعه هو ايه؟ يبقى عوج الخطاف استقامته لمهمته. العوج بتاع الخطاف استقامه. يبقى القسوه مش ممنوعه، انما القسوه في غير محلها. القلوب قاسيه، والقلوب ربنا عايزها تبقى ايه؟ قلوب لينه، تلين قلوبهم وتلين جلودهم، انما دي قاسيه ما ينفذ الى الهدى. قاسيه ماخوذه من ايه؟ من قسيه كانوا يسموا الدراهم او الدنانير. الدنانير تبقى مضروبه من الايه؟ من الذهب. والدراهم تبقى مضروبه من الايه؟ من الفضة. فلما يجي الصراف الصيرف يقوم يشوفها كده يقول لك لا ده دي مزورة مغشوشة، يعني عرفتها بايه؟ مش كان بيرنها زمان؟ يرنها عشان يعرف اهي صلبة في الواقع ولا مش صلبة. مدام قسية صلبة يسموها دراهم قسية، يعني صلبة رنتها رنت الايه؟ شيء الصلب. طب وايه يعني؟ امال لك لا اصل الذهب ليه والفضه لين. ولذلك احنا لما نقول مثلا للذهب ده عيار 24 هو يبقى صحيح ذهب حر صحيح، انما ما ينفعش هيبقى لين، ما يثبتش عند سبك ان عمل منه حاجه ولا اي حاجه ولا حلق يطبق كتير. يقوم يدوله ايه؟ يدوله معدن صلب، عشان المعدن الصلب يديله شيء من الايه؟ بس ما تزودهاش بقى. مرة ياخد نص قراط يقولك ده عيار 23 ايه ونص، ومرة يقولك عيار 21 يعني وتلاتة معدن ايه صلب، ومرة عيار 18 يبقى كم؟ يبقى ستة معدن ايه صلب، ومرة مثلا عيار 14 من 24 يعني ويبقى الماء صلب. كل ما ينزل كل ما ايه يبقى اصلب شوية، لكن لما يبقى لين ما يثبتش على ما تصوغه عليه، فيقوموا يقووه في ايه؟ ولذلك ما يعملوش بقى 23 ونص دي الا الحاجات اللي مش عرضه للتداول، يعني السبيكه مثلا انا مش عارف ايه وعايز يحط ايه صح يعملها كده، انما عيار 24 دي ما تجيش ابدا. فاذا دخل المعدن الصلب فيها يسموها ايه؟ قسيه، يعني صلبه، يعني ايه؟ شديده. الصلابه هنا مذمومه ليه؟ لانها في القلوب. اما ان كانت الصلابه فيما يناسبها تبقى محموده ولا لا؟ تبقى محموده. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. معنى التحريف ينقل الايه؟ حطة، يقولوا ايه؟ حنطة مثلا. طيب ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا مما ذكروا به. أتفي تحريف؟ احنا قلنا وسائل المسخ في الكتب التي سبقت القرآن اشياء. اول شيء نسوا حظا مما ذكروا به، والنسيان ده معلش نسيوه، يعني ما فيش افتعال، انما برضو فيه ايه؟ انهم ما كانش على بالهم الحكايه دي، لانها لو كانت على بالهم كانوا يفضلوا على ايه؟ على ذكر لهم. طيب نسوا حظا مما ذكروا به. طب والشيء الذي لم ينسوه عملوا فيه ايه؟ كتموا بعضه. طب واللي ما كتبوهش حرفوه ولو ألسنتهم به، وياريتهم فضلوا على كده جابوا حاجة تانية وقالوا هو من عند الله وهو مش من عند الله.
ومنهم أميون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يبقى كم تغيير. أولا نسوا حظا مما ذكروا به، والذي لم ينسوا عملوا في ايه؟ كتموا بعض، يكتمون ما انزلنا، واللي ما كتموش يحرفوه. حرفنا الكلمة عن ايه؟ عن مواضعه. وهل اكتفوا بهذا؟ لا، بل جابوا حاجة تانية وقالوا هي من عند الله وليست من عند الايه؟ من عند الله. ونسوا حظا، شوف كلمة بقى القرآن في التعبير الجميل، نسوا حظا مما ذكروا به، كأنه بيقول هم غلابة، ده لما نسوا حاجة تجيب لهم حظ واسع قوي، لأنهم نسوا البشارات بمحمد عليه الصلاة والسلام وكتموها، ودي لو كانوا أمنوا بقى كان يبقى حظهم إيه. فكأن هم نسوا، ده خايبين لأنهم نسوا حاجة كانت تدي لهم إيه؟ حظ، وتدي لهم بخت كويس، وتدي لهم جزاء. يبقى هم عملوا على نفسهم، على نفسها كانت بركة. يبقى إذن المسألة احنا مش هنستفيد من انهم يبقوا مهديين ولا مؤمنين ولا يصدقوا محمد ابدا، ده المسألة الخسارة عليهم هم. يبقى شوف كلمة بقى ونسوا حظا، نسوا حظا مما ذكروا به، لم يدع الله سبحانه وتعالى نسيانهم ليكون حجة، بل هو قال وانا فكرتهم باللي نسيانهم، فكرتهم. وكان مقتضى الانصاف أنني حين ذكرتهم بما نسوا أن يعودوا إلي، لأن ذلك يحقق لهم إيه؟ حظا. نسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. لما أقول لك لا تزال تطلع على خائنة، يعني أن خيانتهم موصولة وستظل موصولة، لأنها كانت موجودة مع رسلهم وستظل معك أيضا، كل يوم تطلع لهم ايه؟ خيانة. ولا تزال تطلع على خائنة. خائنة لما العلماء جم حبوا فسروها قال على خائنة اي على خيانة، يبقى فاعلة جاءت هنا والمراد بها ايه؟ الخيانة. وبعضهم قال على خائنة تبقى على اطلاقها برضو، لان الخيانة دي صنعة الذكورة ولا صنعة الأنوثة ولا صنعة النفس الشاملة للذكورة والأنوثة؟ الخيانة دي مقصورة على الذكورة، مقصورة على الأنوثة، ولا من النفس اللي هي جنس تشمل الذكورة والإيه والأنوثة، والنفس مؤنثة. يبقى لا تزال تطلع على نفس خائنة أو على جماعة خائنة، فإن كان المدبر للخيانة واحدا أو واحدة نقول نفس خائنة خلاص، وإن كانوا جماعة نقول برضو جماعة إيه؟ جماعة خائنة. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لفظا من الألفاظ، طبعا اللي بيتكلم رب وبيتكلم للعرب، والعرب احنا عارفين يعني انهم في الفصاحة والبلاغة والاداء بتاع، على خائنة هنا فيه تيه اهي، لما يقول نفس خائنة او جماعة خائنة تبقى التيه في محلها ولا لا؟ التاء لمين؟ التأنيس. طيب ما دام التاء للتأنيس هنا، كل تاء بتيجي للتأنيس؟ لا، قال لك والله التاء مرة تيجي للتأنيس ومرة يبقى اللفظ مؤنث ولا نجيبش فيه التاء. إذا كان اللفظ مما لا يوجد مثله في الذكر برضو نجيب له التاء؟ بقى نقول امرأة حائضة ولا امرأة حائض؟ طب احنا منعنا اللفظ لأن لا يوجد رجل إلا. يبقى الله، إذا شوف شوف يعني اللغة ودقته إنها بتترك للذهن عمل، مش كل حاجة مؤنثة نجيب لها تاء. قال لك طب افرض انها بقى ما بتوجدش الا في المؤنث، يبقى عرف انها ايه؟ انها يبقى ما تحس مين؟ ما تحس التاء. وبرضه يجي مثلا في بعض الالفاظ مثلا رجل صبور وامراه ايه؟ صبور برضه. الله، ما قلناش صبوره ما جبناش التاء. قام قال لك لان الصبر ده يقتضي التحمل والمشقه. خلاص؟ وما دام التحمل والمشقه الاولى بها في التحمل من؟ الرجل.
فاذا قلنا امرأة صبور يبقى واخدت عزم لمين؟ عزم الرجال. عزم ايه؟ الرجال. يبقى مرة تيجي التقلي مين؟ التأنيس. طيب لما يقول فلان راوي شعر فلان وفلان راوية، التاء هنا للتأنيس؟ لا، ده احنا بنقول فلان راوية. راوية تبقى التاء دي مش بتاع التأنيس، دي تاء المبالغة، تاء الايه؟ المبالغة. طيب لما تقول فلان عالم، عالم. طب وامرأة عالمة، مش كده؟ طب عايز تبالغ في علم الراجل تقول ده مش عالم بس، ده علام. طب وعايز تبالغ عن علام شوية تقول ده علامة. الله، تبقى التاء لتأكيد المبالغة، لأن المبالغة جاءت من لفظ علام، فلما جبت التاء وقلت علامة بقت لتأكيد مين؟ لكن لما جاءت في راوية التاء وعندنا المذكر راوي قلنا التاء دي للمبالغة، لكن التاء في علامة لتأكيد مين؟ لتأكيد المبالغة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.